السلام عليكم. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون الأخير من الجزء النظري من المصطلحات الهوتل فوكابلري. تطرقنا لعدة مصطلحات، إن شاء الله اليوم نبدأ من مصطلح آخر. عندنا الكلمة indoor pool. بغض النظر عن indoor pool، مثلا نشيلها، عندنا مصطلح اسمه indoor، عندنا outdoor. الاندور او الاوتدور يعطون المعنى العكس. المعنى لو كنا نستخدم الاندور بول مثلا نقول بركة داخلية، يعني شيء داخل، بمعنى ان كلمة اندور شيء داخل المكان او مجمع او اي مكان. اندور مثلا اندور اكتيفيتيز او اي شيء. لكن عندنا مصطلح اخر اللي هو العكس، مثلا اوت دور بيكون البركة خارجية او الاشياء بتكون خارجية، يعني اي شيء لما تطلع مثلا في الخارج. او مثلا في مصطلح عندنا اندور واوت دور معروف، لذلك يجب التمييز بينهم. يقول لك معناته قلنا الاندور شنو؟ انسايد. في مصطلح اخر عندنا الفنادق، طبعا لها عدة مسميات مش فقط هوتل. في عندنا كلمة هوتل مثل ما تشوفون، وعندنا كلمة ريزورت اللي هي المنتجعات، وعندنا كلمة ان، وعندنا كلمة موتل. يعني ايا كان الفندق، لو كنت خارج في الخارج مثلا، هذه كلمة، هذا المثال على كلمة موتل، هذا معناتها فندق. طبعا قد يكون، اكيد تكون راح يكون ارخص من الفنادق المشهورة، بيكون طبعا التسعير في الفنادق هذه الموتلز ما بين 50 إلى تقريبا 100 دولار تقريبا، يعني مجرد حق يوم مو ماشي، يعني حق كنا عادة ما يحطوها في الهاي واي خصوصا تكون تكمل. هذه قلت كلمة موتل. في عندنا مصطلح آخر وهو ان، لذلك مثلا اسم الفندق هنا سليب ان، يعني مش موتيل او هوتيل كاتب، او مثلا مثال اخر او قد يكون مشهور لديكم له الهوليداي ان، ما كتب هوتيل او موتيل او اي شيء. فندق آخر هولتون جاردن إن، يعني مثلا لما تزيد العملية البحث من الإنترنت أو شيء تقدر تشوف عدة مسميات مصطلحات. عندنا بعد ذلك بعض الأشياء أكتيفيتيز زي ما أخذنا من قبل اللي هي سونا، الآن ننتقل إلى جاكوزي اللي هو تيوب whirlpool. يقول لك a small hot pool for relaxation. طبعا هناك فرق ما بين الهوت تيوب والجاكوزي. الجاكوزي تقدر تستخدم، البعض يعني ما يعرف الفرق بينهم، يمكنك الجوز قد ما تقدر، لكن الهوت تيوب لا لازم أقل في اليوم تقريبا ربع ساعة أقل ماكسيمم، ما تقدر تجلس أكثر بسبب سخونته، ممكن يؤدي إلى موت لا سمح الله، عاد الكثرة منها. كينج سايز بيد خدناها في السابق، الآن
عندنا مصطلح آخر كيتشينايت. كيتشينايت اللي هو أحيانا يكون يحطوه في بعض الفنادق أو الغرف أساس، إذا كان يكون مطبخ صغير. بس كيف نوضح مثلا كيتشينايت؟ شوف مثلا، هذا مثلا لما يكون داخل السكن الجامعي أو شيء، يحط لك سكشن صغير داخل الغرف أو الفنادق أساس قامة فيه. شوف مثلا، هذا نسميه كيتشينايت، لما أخذ بس مساحة صغيرة يسموه كيتشينايت. لاحظوا هذا نسميه كيتشينايت. هذا ممكن لما تجي تحجز بعض الغرف أو الفنادق يعتمد، ممكن يحط لكم فيتشرز خاصية مميزة مثل الكيتشينات في الغرفة. عادة نتوقع أن هذه الأشياء موجودة في السويتس أو الريزرف اللي هي المنتجعات. ليت تشارج، طبعا ذكرنا في السابق قلنا ديمي تشارج اللي هي غرامة التلفيات، وقلنا تشيك إن وتشيك أوت. الآن ليت تشارج اللي هي علاقة ارتباط وثيق بالتشيك أوت. لما تتأخر عن الخروج من الفندق في ساعة معينة راح يسوي لك ليت تشارج غرام، قد يحسبون مثلا يمكن يوم إضافي. في السابق أخذنا أيضا كلمة بيلو كيس، الآن عندنا لاينن اللي هي الأغطية السريف والشراشف وما شابه. لاحظوا كلمة شيت شراشف، بلانكت البطانيات، بيلو كيسز أغطية المخاطر. اللوبي اللي هي الاستراحة اللي هي عند الريسبشن أو الفون ديسك اللي هي المنطقة المحيطة. اللاكج كارت اللي هي العربة اللي تكون ماسكنها الموظف لو بلو بيل بوي اللي هي هذا. نتكلم عن الفندق، نتكلم عن هذه العربة مع البيل بوي. لاحظوا مثلا العرب لكج كارد with بيل بوي. هذا باختصار شرح المعنى مع توثيق بالصور. بعض الغرف طبعا لازم في كل غرفة مثلا ممكن نحط لكم maximum or minimum capacity، يعني الحد الأقصى للزبائن أو النزلاء داخل الغرفة. maximum capacity يعني لا يمكن لك حط لك مثلا سعة الغرفة 3 أو 4 أشخاص، ما تقدر مثلا تحط 5 أو 7 أشخاص. لذلك نسميها maximum capacity. موتلز شرحناها مع ان وهوتل، ايضا نويزنج الازعاج. باركن باس شرحناها في الفيديو الفيديوهات السابقة. بي بيرفيو رسوم مضافة للأفلام سوق الدف. فيلو كيس كوين سايز بيد. ريت ريزرفيشن روم سيرفيس صالة. هل كل الأشياء تقريبا أخذناها. الآن عندنا شيء آخر نسميه فيو. الفيو هذه طبعا لما تجي تحجز بعض الغرف قد تكون لها سعر، يعني خلينا نقول مثلا غرفة الحجم الصغير فيها كوين بيد، قد تكون مثلا سعر الغرفة الأولى مثلا 200 ريال والثانية مثلا 200، والمواصفات هي هي داخل الغرفة. لكن اللي يفرق مثلا الفيو للغرفة، وين تطل النوافذ للغرفة. يعني عندي على سبيل المثال أنا أقول الغرف مثلا اللي في برج الساعة هذا اللي في مكة، هل اتجاه النافذة يطل مباشرة للكعبة أو
من جهة الأخرى، هذا مثلا يعطي اختلاف في السعر. يقول لك a window that offers a nice image for this، يعني يقول لك غرفة تعطيك إطلالة على أشياء جميلة أو على أماكن سياحية مباشرة. شوف المثال كتبته هنا في جوجل، room view in hotel. لاحظوا مثلا هذه الصورة، هذا ما نسميها اللي هي السعر، اللي هي الفيو للغرفة، إنه مطلع على شيء جذاب، اللي هي attraction. أو مثلا لاحظوا اتجاه الغرفة مطل إلى برج إيفل. حتى العنوان كاتب لكم top best hotel room view in the world، يعني أفضل مثلا غرف أو إطلالات إلى الأماكن. wake up call اللي هي خدمة أيقظ مثلا في الصباح، يعني مثلا خلينا نقول رايح مكان ما بعيد ولا بد ان تكلم مثلا في الصباح او شيء، تقدر تعطي معلومة نوت الى الريسبشن ان مثلا يتصل عليك على اساس تجلسك من النوم، بحيث ان لو كنت لوحدك خايف اروح لك مثلا الاختبار او الميتنج او اي شيء. عندنا الان مصطلح اخر نسميه ورك اوت روم اور الجيم، اللي هي غرفة التمارين الخفيفة أو مصغرة اللي تكون داخل الفندق، اللي هي مثلا جهاز الركض أو الجري، يعني أشياء مبسطة مثل تي في، عدد يعني أثقال، عدة أحجام خفيفة، ركض وجري ومشي. هذه مثلا اللي تكون في بعض الفنادق، طبعا يعتمد من فندق لفندق حجمه وسعته. وبالتالي الآن انتهينا من دروس النظرية وشبه عملية تقريبا في الهوتل فوكابلري. الفيديو الرابع راح يكون عن الهوتل، استخدام الهوتل يعني كيف نسوي ريزرفيشن. يعني الآن تعلمنا المفردات بشكل مفصل، الآن اللي يهمنا كيف نطبق هذه الخدمات في ريزرفيشن، أعمل حجز بنفسي. هنعطيكم مثال بسيط، لاحظوا فتحت الموقع اسمه اكسبيديا. الآن في الأشياء اللي تقدر تسويها مثلا الحجوزات، أنا يعني لو نتكلم عن الفنادق خلينا نتكلم كم جميل نتكلم عن الفندق، هنقول مثلا دمام خمسة، مثلا نقول يوم الثاني تشيك أوت. شوف الآن يقول لي guest two adults one children، نقول له search. طبعا في الفيديو العملي راح يكون اكثر تفصيل كيف مثلا نستخدم قنوات الان، بس فقط كتوضيح. ثم لاحظوا طلع عندنا مثلا خلف فندق نوفوتيل، ضغط عليه فتح لي الغرف الموجودة، اعطاني مثلا معلومات. لاحظوا الان روم تايب، شوفوا السرير حجمه دبل بيد النوع الاول، في الان مثلا توين بيد، في دبل بيت، والآن تعطيك مثلا بعض المصطلحات الأخرى more details. مثلا هذه الخدمات أو الـ facilities أو الـ amenities راح تكون موجودة، layout, internet, entertainment, food and drink, sleep, bathroom. شوف لاحظ كل الأشياء، مثلا bathtub. طبعا في عدة أشياء ومصطلحات أخرى طبعا
مثلا housekeeping.